أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله، ولله عز وجل الحمد والفضل والمنة في هذا اليوم الثاني من شهر صفر من عام 1438 للهجرة. بحمد الله عز وجل وبفضله ومنته وتوفيقه أسلم هذا العدد الكبير، أكثر من 120 من الرجال و100 من النساء، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والثبات والسداد، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الجهود الكبيرة القائمة. وهؤلاء لا شك أنهم يحتاجون إلى مسجد وإلى داعية يقيم عندهم ويعلمهم دين الإسلام. هذا المكان في محافظة تشانفوزو في دولة بوروندي أسلم هذا العدد الكبير كما قلنا قبل قليل، وبعض هؤلاء يصلي في هذا المكان وليس عندهم مسجد، بحاجة إلى من يتبرع لهم بشراء قطعة أرض هنا، وبحاجة إلى من يبني لهم مسجدا يذكر اسم الله عز وجل فيه في هذا المكان وهذه المنطقة النائية، وبحاجة إلى من يتكفل لهم بداعية في هذا المكان يقوم على تعليمهم أمور دينهم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هؤلاء الأخوة الذين أسلموا بعضهم أتى هنا ليتعلم الوضوء، ونسأل الله لنا ولهم الثبات وللتواصل في بناء المسجد في هذه المنطقة أو شراء أرض، التواصل مع جمعية التعليم والتنمية حسابها في تويتر في التغريدات بروندي الخير. هؤلاء أيضا بعض النساء اللواتي أسلمنا الآن يتعلمن الوضوء.